السلام السلام ورحمة الله وبركاته أنا اسم ديالي تبراني يوسف أه... أنا دابا عند زي اثنين وثمانين تسعة وثلاثين أه فأنا كنت أه... آه... تنشوف الصغر ديالي مني وصلت عندي دخلت المدرسة سبع سنين من بعد آه مع المدة تن... تندرس في المدرسة و... والبصار دي قلال ليا من بعد قال لي الاستاذ خصك ولدي دي دير نضادر في دوزت ودر نضادر ومن بعد من الصغر ديالي وانا داير نضادر حتى كبرت ومن بعد وصلت للسادس في المدرسة ومن بعد كنت نشوف لا كنت نشوف الصور ديالي فقدت البصر ديالي التونسيو عين وحدة مشات ليا والعين الثانية اللي صرية مشات ليا بالضغط بالضغط بالتونسيو يعني تبدلت علي الحياة ما بقيش نعرف الطريق ما بقيش نعرف فين نمشي فين نجي ندمج مع الناس اللي ما تشوفوش ولت من فقدت البصر ديالي تبدلت لي الحياة ومن بعد تبدلت يعني ما بقيتش كنت نشوف بعينيا تنعرف الطرقان نعرف من ندخل من نخرج فين نمشي فين نجي دابا من فقدت البصر ديالي ما كان صعب عليا الحال في الاول ومن بعد اندمجت مع واحد صديق كفيف تا هو من بعد يوريني بالعكاز كيفاش نتمشى وكيفاش ندمج مع الحياة كيفاش نمشي كيف نجي كيفاش نبيع ونشري وكنت كنمشي كنت نمشي للشمال نتقدا ال... كنت كنت كتن... نتحرك كنت نبيع ونشري كنت أي حاجة نديرها نبيع أي حاجة نح... نحاول نقرب المسافة إلا كانت شي حاجة بدا الدار نبيع ونشري بعت كنت نمشي للمرسى طلاق اتفاق يعني ما يعني ما مكتبش مكتبش يعني م لا في الاول هي في الاول غير لا في الاول بغات في الاول قبلات ماشي قبلات هي اللي بغات بغات هي بغات ومن بعد يعني مع الظروف ومع الحياه ومع مشاكل ومع الصبر ما كاينش يعني ومبقاش بقاش بيناتنا داك ديك كل... ال آه... تنقولوا آه... آه... يعني رأ... راي واحد ولا حوار واحد ولا لا مابقاش اتفاق بينه وبينها يعني ما احتسبت امر لله عز وجل عنديش ما ما عندي ما ندير يعني ما م... يعني حاولنا وحاولنا وحاولنا وما كتابش ما كتابش ومن بعد قلت لك الحل قلت لك الحل نديرو الطلاق اتفاقي تالله الله يسخر يعني كنا في الاول حاولنا وحاولنا حتى نمشي حتى الشمال ونجي ونمشي للجمال لا قبل الطلاق آه, 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 اه الله سبحانه وتعالى هو اللي شاهد وهو اللي سبحانه وتعالى مطالع ما ما كانت خاصها والو يعني مع الناس محسنين و ما مخليها ل... يعني مستورة وأكلة شاربة بخير وعلى خير جاب الله مهم حنا عايشين من بعد من بعد من تلقنا من وراها بوحد العام في ألفين تزوجت تزوجت ومشيت لعندها عند الوالدين دولها وهدرت معهم حكيت لهم الظروف ديالي وقالك ما لقاوش حسن منك الله يسخر ومن بعد تزوجنا لا ما رفضات ما ولا الناس كنا عارف هاد الظروف ديالي عارف الظروف ديالي عرفت الوضعية ديالي ما عادة واخا عرفت الوضعية والظروف وعرفت الحالة وبأنني كفيف ومع ذلك قبلت والحمد لله نعم شنو تبغي تقول لها اليوم وهي حداك نقول الله الله اللي, اللي غادي يخلصها والله اللي غادي يجازيها بالخير صابره وبقى الان صابره زوجنا على يعني بقى فيا بقى فيا ما مباش... بغيتش ما بغيتوش يضيع ما بغيتوش زعما شي وحده تجي تكرفس عليه ولا هكشاش تزوج به مقابله الحمد لله على كل حال ما ما خصنا شي وما بقى لينا حنا الاساس غير في هاد السكنه وهاد بحال لاكارطات وداكشي ما عندناش كيفاش نديروهم المقدم حابسهم علينا ما نقدروش نديروهم في مقاطعه دابا 8 سنين وقيله 8 سنين من 2000 و... من شهر 1 2013 لا الحمد لله غادي الحمد لله مزيان ما كاينش مشكل بيناتنا الحمد لله كنا كارين هاد البيت يعني باه اللي كان كاريه ماشي حنا حنا غير سكننا فيه على اساس باه لي كاريه منين مبقاش مبقاش كل مبقاوش كلشي كاع كي كيسكن في المدينه مبقاش كيخلص كي الكرا حنا ما بقيناش حتى حنا كنخلصو الكرا ها كلشي استافد كاين عندنا تما شحال من بيت خمسه البيوت ثلاثه اربعه اربعه دابا مسدودين هذا هو الخامس على السوق دابا واحد الحيط يطيح فين حاط الموتور ديالك هذا واحد الحيط تما غيطيح يعني لا سبه لا سبه غتكون شي زعزعه ديال ديال الرعضه ولا ديال شي حاجه يطيح خايفين صراحه وواحد البيت مسدود فيه ديك الساعه قبل ما يتسد كاين فيه شي خشب مشقوقين يعني ما ما كناش كان ما ما بغيناش زعما نتشردو ما بغيناش نبقوا في الزنقه الزوج ديالي كان اللي يقدر يعاوني كافي في دابا يعني ما قدرش يدير شي حاجه المحسنين دابا معاش عايشين يتعاونوا معنا سكينا ما كناش حتى حنا نعيشو الناس الحمد لله الحمد لله على كل حال قلت لك الى جات الرعده والله لا نعسنا لكن من الناس تلقاو فايقين حتى يأدي الاذان الصبح تنصليو وتهمد اشتاء عاد نكملو النعاس ديالنا داكشي اللي اللي اللي, اللي بالليل نكملو نكملو بالنهار تنقول الخوت المغاربه كلهم داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن يقفوا معانا راه الحاله ضعيفه وانا كفيف ما عندي مدخول ما عندي سكن الصحه ضيع فيها انا دابا راه مريض والله اللي مطالع عليا باني مريض ومع وبصير يعني ما تنشوفش وفي من نبغي نصيب شي وراق ما يصيبوهمش ليا الراميد ما يصيبوش ليا كاربس ضايع ما عنديش زعما غنخرج من هنا وغادي نمشي لشي دار اخرى ما عنديش بغيتكم تبحثوا عليا و... لا ما, عنديش فين نمشي والو الا خرج من هنا غنمشي للزنقه ولا جروا عليا من هنا غنمشي للزنقه ما عندي فين نمشي ما عندي فين نجي باش نقول لكم انا عندي شي حاجه عندي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ثم المحسنين والمحسنات ونرى ما عمرني ما درت في شي تلفازه ولا في شي اذاعه لاول مره لان تقهرت وغلبني الزمان ما 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 كنش عليك ولكن بعض المرات اللي اللي ما ما عنديش ما عنديش الغداء والله العايل العظيم كاين بعض المرات اللي ما عنديش الغداء وتنصبروا باش مقسم الله وتيدوز النهار كاين بعض المرات 15 يوم كاين بعض المرات حتى الشهر، حتى الشهر عاد تناخد كريدي، عاد مواليد الحانوت، اتقوا الله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى، كل من يعطاه الصحة، احمد الله وأشكره لأن الصحة نعمة غالية، ولا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم المريض تنتمنى من الله سبحانه وتعالى يسر لي مع المحسنين والمحسنات وشفو من حالي راه ما عنديش قاعش ما عنديش شمس يعني في نشرح حوجاتي ما عنديش انا في المراح ما عندي زعما شي عمل نقول لك انا عنديش شي عمل نقدر نخدم يوميا ما عنديش